صباح النور جان بيير، كيف الحال؟ تمارين البلانكي حتى أول مرحلة فيها جدا صعبة، صح؟ فكيف التطور فيها ولا توصل للاحتراف؟ لازم تخبرنا عن فوائدها عشان نقتنع بها. هي فوائدها بتحرك كل عضلات الخصر والمعدة وعضلات نص الجسم بدون أي استثناء. كل ما تقدمنا بالليفل تبعها أو بالمستوى تبعها، كل ما قوّطنا عضلات أكثر. وبس نحن عم نقوي عضلات عم شغلون، أكيد بطريقة غير مباشرة عم نحرق دهون من جسمنا. إذن هي من تمارين المقاومة ولكن أيضا بتساعد على حرق الدهون، صحيح؟ طيب دائما السؤال بيكون عن الأوقات، بالتأكيد حتى تخبرنا أنه المبتدئين ممكن أقل وقت يعملوا فيه التمرين والأشكال المختلفة. خلينا نبتدي، تفضل. يلا هلا نحن الهدف، نحن مش الوقت، الهدف نعملها بطريقة صحيحة قبل للمبتدئين كمان. ونحن بس بدنا نبلش نعملها بطريقة صحيحة، بدنا نبلش من الأرض. الأرض يعني نحن عادة سارة البلانك بتكون بهذا الشكل، صحيح؟ هو الشكل المتعارف عليه. هيدي هيدي اسمها بلانك كمان، اها، طريقة بوش أب، صح؟ بس المبتدئين كيف نبلشهم؟ نبلش نحن عم نعلمهم بوش أب، ياخذوا الوضعية الصحيحة على ركابهم، بس يصيروا جاهزين نطلب منهم يعلوا إجر. هون عم نعودهم انه جسمهم عم ينقل تقل من ميل لميل، بس يصيروا جاهزين مضبوط 100%، ساعتها ببلشوا يقدروا يعملوا بوش اب. من هونيك بتبلش قصه البلانك، نحن كيف نقدر نعمل بلانك. اول بلانك بيتعلموها هي هيدي، ينزلوا نص البوش اب ويضلوا تحت. ثاني بلانك بنحط ايدينا على الارض، بنعلي اجر وحده. بنرجع الثاني. هون بلشنا نتقدم بالبلانك ويصيروا واي. وهون ببلش يلعب، صار عامل الوقت. هنا السؤال كان انه امتى بنعرف انه احنا جهزنا من مرحله وممكن نمشي نتطور ونعمل المرحله اللي بعدها؟ نحن بدنا نجرب، بس نتخطى ال 20 ثانيه بيكون بلش يتقدم، بنجرب له ثاني مرحله. حلو. الاصعب بتصير ساره هي اللي على الجنب. اول شيء بنعملها اجرينا حد بعض، نطلب منه يعلي ويحط ايده على خصره. بس يتقدم ويصير كثير منيح، ساعتها نطلب منه يحط اجريه حد بعض. جان بيير، هنا كمان ممكن يكون فيها تقويه للظهر، صح؟ لانه صح، ما احنا كل عضلات نص الجسم بما فيهم الظهر، الظهر كمان ما خصصنا المعده بس، الظهر كمان. ونحن بس نمشي بهذه الطريقه نصار منيح، نطلب منه يعلي اجره. هلا نرجع، بلش يقوى، بلش يصير كثير منيح، رح اقرب المات شوي، بلش يصير كثير منيح، نطلب منه ساره ياخذ بوزيشن تبع بوش اب، يعلي ايد ويجرب يعلي اجره بعكسه. إن أصبح في توازن كمان، صح؟ هون شو بنكون عم نقوي العضلات، كل ما قوي عضلات نص الجسم اللي هن الخصر مع الظهر، كل ما هو صار يقدر يعمل حركات أقوى بالبلانك وأحسن. بهذه الطريقة بعلي إيد وإجر بعكس بعض، بدي صعبها أكثر سارة، بجرب قربهم على بعض وارجع. كمان بدي أنتبه ما زحت، لأنه إذا زحطت بوقع، ممكن يكون في خسائر، صح؟ بنروح على البلانك الطبيعية اللي نحن بنعرفها، فينا نعلق اجر نزيحها نجيبها على النص، كمان نعلق اجر نجيبها على النص. سو نحن هون عم نقويه بطريقة البلانك، يعني خليه يصير أقوى. بنروح على الأصعب، الأصعب على الجنب، بيعلق إيديه وبينزل بيبرم، بفوت لجوا وبيرجع بيطلع لفوق بلا ما يدق. يعني جان بيير مش ضروري في البلانك انه نكون محافظين على وضعيه واحده، في ناس بتعملها مثلا مثل اليوغا انه في شكل واحد بنحافظ عليه وخلاص، لا، ممكن نتحرك شوي، ممكن صحيح نحن ما نتحرك نشغل عضلات اكثر، نغير توازن الجسم، ساعتها بنرجع على نفس التوازن الاساسي، نفس الوضعيه. صحيح. بقى مثل ما قلت، بنطلع فوق، بنعلي ايدنا، ننزل نبرم ونرجع بنطلع. نجرب نعملها 10 مرات، فهون بكون عم بمرك الوقت. هلا بس بدي رايحه شو بعمل؟ بطلب منه يحط ايده على خصره، ينزل يدق بالارض هون ويطلع. هون عم مرن عضلات خصري كمان بوضعيه البلانك. هي البلانك مش بس البلانك مثل ما قلتي، هي تمارين معها. صح. كمان بعد وحده على الجنب، ايدي هون، بجيبهم على بعض، برجع برجعهم. كمان بجرب اعملها للعشره. هلا في حال بدي صعبها اكثر، شو بدي اعمل؟ رح استعمل بنش. كيف رح استعمل بنش ساره؟ رح احط اجري فوق على البنش بهذا الشكل، اخذ وضعيه البلانك، علي اجري، اجري يعني بالهواء، صار الوزن صار الوزن على نص ميله وحده من الجسم. هلا في حال بدي صعبها اكثر، بجيبهم على بعض وبرجع.
بدي انتبه البنش ما يكون متحرك، لأن البنش إذا متحرك وأنا بعدني عم بلش أتمرن عليها معقول يقع ويعورني. صح، خاصة كمان إنه بنروح على مرحلة مش ما معودين على التوازن صح. فيها بده يكون ثابت. هلا أنا قبل ما بلش جربته قبل ما فوت له. هلا الأصعب بعد بناخذ وضعية البلانك، بنعلي إجرينا هون، بنجيب ركبة، بنرجع كمان بنجيبها على جنب كمان تاني ميل. هلا مثل ما قلت لك سارة فينا نعملها بوضعية بوش أب، يعني احنا كأنه ممكن جان بيير نعمل من تمارين البلانك تمارين للجسم كامل. صح، يعني اذا بدك نص الجسم صح. صار فيها تمارين كمان للخصر والمعدة والإجرين. صح، ونحن لاقيين على كتافنا عم يشتغلوا. تمام، كمان بوضعية البوش أب ناخذها بوضعية بوكس نفس الطريقة مثل ما شايف سارة، بجيب ركبتي لهون وبرجع كمان تاني بعملها 10 مرات على الجنب بنزل بريح. بدي انتبه كثير منيح انا عم بعملها ما توقع اجري، لانه يعني تمارين البلانك منا لعبه انه انا حاط اجري فوق، وقعت اجري بكسر حالي بعور جسمي وبصير في عندي اصابه. يعني كانه التمرين حتى البوش اب العادي المتعارف عليه او تمارين الضغط هي نوع من انواع البلانك. صح، بعد في وحده رح تتفاجئ فيها هي تبع المعده، في معده هي بلانك اسمها. شوفي انت نايمه على ظهرك ايديك على جنبك، بس علي اجريك وجربي تضاني بهالطريقه هي لور ابز بلانك او المعده السفلى البلانك، واللي هي اصعب ودائما النساء بيحاولوا يستهدفوها لانه معظم النساء بيعانوا من المشاكل ظهر السفلى وما بتنزل بسرعه. صحيح 100%. هلا بس نخلص هدول كلهم، ساعتها بنجرب نحن قد ايه صرنا نضاين بالبلانك باول وحده اللي هي الاساسيه، كون نحن شو قوينا خاصرنا، قوينا معدتنا، قوينا ظهرنا، ساعتها بنحط وبنعير له للرياضه ونشوف قد ايه عم بضاين، واكيد جسمنا بده يكون مستقيم مثل ما شايفه، مش واطي على الاخر ولا عالي على الاخر. بنعيه، بس يصير منيح ساعتها بنطلب منه من وضعيه البلانك يطلع على وضعيه بوش اب بهي الطريقه. يرجع ينزل. هلا اذا صار كثير قوي من هون بيطلع. بتكون اسهل شوي لانه يمكن على الاضعف انه يرفع كل وزن الجسم بيد واحده شوي. صح، بس هي اذا بدك تقبي بالايدتين سوا بدك عصب اقوى. اه، بكتافك وايديك، مشان هيك بنطلب منه انه يبلش بايد ايد وبعدين ينقل على الايد الثانيه. يعني الإيدتين. بعتقد الناس اللي بتستصعب تمرين البلانك الاساس الاول اللي ابتدينا فيهم الان عاجزين عن التعبير، يعني انا كنت شايفه انه اول تمرين هو صعب جدا. ما هن ايه، ما هن بس بده يتمرنوا عليهم ويقووا حالهم بصيروا يقدروا يعملوا كل هالحركات بالهين، ما قلت لك نحن بنبلش من الصفر للاحتراف، وبعد في حركات كثير وكثير. دائما يعني بتطلعنا على اكثر الحركات وبتحاول تنقلنا كمان من المبتدئ الى المحترف، شكرا جزيلا لكل هذه التمارين المفيده والمهمه والتمرين المحبوب اللي هو البلانك. شكرا لك، شرف تكون استفدت انت والمشاهدين. بالتاكيد اكيد المستشار وفي الصحه واللياقه البدنيه جان بيير فغالي، شكرا جزيلا. شكرا.